عايزين نتكلم بشكل اكبر عن مباراه الامس وعن البطوله طبعا بشكل عام. بطوله كاس عاصمه مصر بينضم ليها هدفين، واحد من نجوم مصر اصابه كينو، حارس مرمى طبعا الاسطوري كابتن نادر السيد. كابتن نادر برحب. اهلا اهلا بيك ازيك، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله وصحه وسلامه، ربنا يخليك. يعني كنت لسه بتكلم عن منتخبنا الوطني والهزيمه امبارح 4-2 امام منتخب كرواتيا. شفت المباراه كابتن نادر ازاي؟ والاخطاء اكيد اللي كانت واضحه يعني في تمركز خط الدفاع امبارح، وايضا بعض لاعبي خط الوسط اللي كانت ظاهره يعني في مباراه امبارح. والله انا شايف ان هي مباراه تدريبيه يعني، هي ما يعني النتيجه حتى لو كانت نتيجه ايجابيه ولو كنا كسبنا مباراه برضو كنت هقول نفس الكلام. هي المباريات التدريبيه ما بنبصش للمكسب فيها او ما نبصش المكسب، يعني احنا ما فيش فرق بالنسبه لي ما بين ان احنا خسرنا 4-2 او خسرنا 1-0 او خسرنا 2-1، في امور ثانيه كثيره جدا صحيح بيتبص عليها يعني. فانما انا شايف ان هي مباراه كانت مباراه مهمه جدا للانسجام، انسجام ما بين الجهاز الفني وما بين اللعيبه. مش هقول لك ان هو يعرف اللعيبه، لان حسام مش بعيد عن الكوره في مصر ومش بعيد عن اللعيبه في مصر يعني، فاكيد عارفهم كويس. انما هي النقطه ان احنا يعني ارجو ان الناس ما تاخدهاش بشكل سلبي وتتكلم بشكل سلبي. اللي عايز يتكلم او يدي نصايح يدي نصايح بشكل ايجابي، واكيد المباراه ما طلعتش كلها سلبيه، اكيد فيها ايجابيات يعني. ايجابيات مميزه. كابتن نادر شايف ان مباراه امبارح المنتخب كان افضل فنيا عن مباراه نيوزيلندا؟ والله يعني بص، كرواتيا فريق قوي جدا، فريق كبير وفريق منسجم، بيلعب مع بعض بقاله سنين يعني، ومع مدرب بقاله سنين يعني. فالحقيقه المقارنه صعبه ما بين نيوزيلندا ما بين كرواتيا، لان يعني قوه الفريق بتتحكم على حسب ادائك انت. بس انا برضو بكرر تاني وبقول ان الناس ما تاخدش التقييم بقى بتاع حسام حسن والجهاز الفني واصل احنا خسرنا، طب وايه الجديد؟ ما هو ما فيش جديد في بين يوم وليله يعني. انت بتتكلم على مشوار، بتتكلم في لعيبه كتير غايبه على راسهم محمد صلاح، يعني قوه كبيره جدا محمد جدا صلاح وزيزو والشناوي وامام عاشور، يعني انا بقول لك على راسهم يعني محمد جد. صلاح انما يعني انا يعني اللعيبه الباقيه طبعا اضافه للمنتخب، انما احنا يعني بصراحه نقول محمد صلاح وبعد كده نتكلم على باقي اللعيبه يعني، مع احترامي الكامل ليهم يعني. فهي النقطه ان اكيد لما المنتخب او يقدر كابتن حسام حسن يحط ايده على اللعيبه اللي ممكن فعلا تكون تفيد الفريق وتفيد المنتخب، هيبقى الوضع افضل يعني. في بعض اللاعبين امبارح شفت ان هم يعني نقدر نقول التيشيرت المنتخب تقيل عليهم امبارح؟ لا 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 خالص، كلهم كل اللعيبه جادرين ان هم يمثلوا مصر وعندهم الحق ان هم يمثلوا مصر. مساله بقى ان هو ادائهم بقى يقل او ينقص، ده يعني ما ينفعش ان احنا نحجر عليهم مساله ان هو يكون لاعب دولي لاعب يمثل بلده يعني. كنا هو اداؤه بقى، اتكلم في اداؤه ما تتكلمش في ان هو يقدر وما يقدرش. قول النهارده مثلا محمد عبد المنعم والله عمل كذا 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 صح وعمل كذا 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 غلط يعني، انما فكره الحكم كده او الحكم المطلق الحقيقه انا ضده تماما يعني. اتكلم في الماتش، فنيات الماتش، اتكلم في امور معينه، اتكلم في الايجابيات واتكلم في السلبيات. لا هو المنتخب ممتاز يعني، انا شايف امبارح ان هي كانت تجربه ممتازه بكل تاكيد، بس برضو هناك بعض السلبيات يا كابتن نادر لازم نتكلم عن كرات السبعه. طب ايه الايجابيات؟ الاجابات المنتخب انا شايف امبارح ان هو افضل بكثير من مباراه نيوزيلندا، والاحتكاك نفسه يكون قوي قدام منتخب كرواتيا. ما هو اصلا الحكم نقيس ادائنا ونشوف يعني اخطائنا قدام يعني منتخب مميز يعني. بقدر كلامك، بس الحكم والمقارنه لا مقارنه ما بين مباراه ومباراه، كل مباراه وليها ظروفها وليها اجواءها وليها قوتها وليها المنافس بتاعها. ما ينفعش ان انا احط اقول المنتخب افضل في نيوزيلندا ولا افضل في كرواتيا. المنتخب عمل نيوزيلندا فيها ايجابيات فيها سلبيات، في كرواتيا فيها ايجابيات وفيها سلبيات. بالتاكيد عشان ما نتكلمش كلام مثالي، اكيد الفوز بيعلي المعنويات وبيدي الثقه وبيقرب الناس كلها من بعضها، والخساره بالعكس في بعض الاوقات بتبقى افضل عشان تعرف اكتر انت هتشتغل ازاي وهتعمل ايه. شايف مستوى ابو جبل بقى في حراسه المرمى ازاي امبارح؟ هل مستوى شايف الفتره المقبله ان ابو جبل هو هيكون موجود كحارس اول للمنتخب الوطني؟ والله ده قرار الكابتن حسام حسن والجهاز الفني، انما ابو جبل ادى ماتش كويس امبارح فنيا، ادى مباراه كويسه امبارح. ما كانش بيلعب لوحده ابو جبل على فكره، ابو جبل بيلعب مع 10 لعيبه يعني. ابو جبل مش لعبه فرديه يعني، ما اعرفش هو ما دام دخل اهداف مرمى في مرمى اي حارس
بيقول لك ايه ده دخل في ابو جبل، هو دخل في منتخب مصر 4 تجوال، دخل في 11 لاعب 4 تجوال. نعم. معايا مش في ابو جبل، ابو جبل هو اخر خط دفاعي بالنسبه للفريق يعني. ممكن. وبعدين الاهداف الحقيقه اكيد دايما انا بقول ان اي حارس مرمى مش بيتحمل، كان ممكن يعمل ايه عشان ينقذ الهدف يعني. الهدف الاول جت في عرض المنعم وعملت غيرت اتجاهها. الهدف الثاني، الهدف الثاني ممكن يكون التمركز كان لازم يكون افضل من كده، ابو جبل ويلعب على الكوره اكتر من كده، يحاول اكتر من كده. الرابع والخامس صعبين، الثالث والرابع صعبين جدا يعني. فاللي هي النقطه كلها انا مش هقيم ابو جبل في ان هو جه في جول فمش كويس، لو جه لو ما جابش في جول مش كويس. بالعكس انا شايف ان كان في تدخلات كويسه جدا امبارح، كان في بيلعب برجليه كويس يعني، كان في امور كتيره جدا برضه ايجابيه. يعني نقدر نقول طبعا ان هي بطوله مفيده جدا لمنتخبنا الوطني وكابتن حسام كابتن نادر. هو طبعا طبعا، وانا فخور جدا جدا بصراحه بالذات مصر في العاصمه الاداريه، حاجه يعني حاجه رائعه الحقيقه. ويمكن من الاجابات الكبيره جدا. شكل الجمهور كان رائع امبارح، لان انا كنت موجود في الاستاد، موجود في الملعب الحقيقه، وانا فخور جدا 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 ان احنا عندنا استاد زي ده. ويعني ده كمان استكمالا للمشاريع والانشاءات والتطور اللي بيحصل في مصر من سنين يعني، وسواء كان على مستوى الرياضه، على مستوى المجالات الاخرى، في الصناعه، في الاقتصاد، في الطرق، في حاجات كتير جدا. فانا شايف الحقيقه انا فخور جدا، بما ان انا منتمي للمنظومه الرياضيه وكلاعب سابق، الحقيقه انا فخور جدا بان احنا عندنا قدرات وامكانيات تاهلنا ان احنا دايما نكون في الصداره. يا رب، ونتمنى ان شاء الله لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في الفتره القادمه. كابتن نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا.